جمال الوان عندي قاعد تكمل. خلنا نرسم في الإضاءة الوردية. أغلب اللون أشوفه هو البرتقال النيون، فباخذ الدرجات مع البرتقال النيون. بدي أخلط الألوان. اللون اللي حالياً قاعد أشوفه هو برتقالي نيون، فاتح الدرج إلى النيون الغامض. صراحة أوردي أدري إن في واحد أحمر واحد أصفر، عاد أيهو ما أدري. يا جماعة اللوحة صارت عبارة عن درجات البرتقال النيون. اللونين اللي حسيتهم شوي أخضر، بس يا جماعة شكلهم أزرق. بسم الله، هاي أول لون مو برتقالي. اللون هذا يبين أزرق فاتح لا أكثر. شوفوا حتى على الورقة يبين شوي أفتح. الحين بالأبيض بسوي غيوم. خلاص الحين ما بضيف شيء، بفتح الليتات أشوف إيش سوي. عجبتني بس الخلفية بحري أو أزرق أحلى، انتو شو رايكم؟